الشهر الفضيل اللي نحن فيه مثل ما بنعرف بيتعرض الصائم لتحديات غذائية أو صحية أو اجتماعية عديدة، وبينا رح نتحدث اليوم عن مشكلة رائحة الفم. بصراحة بالنسبة لي رائحة الفم من أكثر الأمور المحرجة اللي بيقدر يتعرض لها، سواء كنت أنت صاحب رائحة أو حتى يمكن رفيقك أو شخص قريب منك. بعتقد أنه من أصعب الأمور الواحد فيه يعملها أنه كيف بدك تخبري هذا الشخص أنه رائحة فمه مزعجة. صحيح، كانوا قديما بيحاولوا تجنب الرائحة بالسواك، ولكن هالأيام يعني بحس إنها مش كتير عملية وحتى شكلها مش لطيف. ماني كتير متأكد إذا كان سواك عمليا أم لا، لكن بالأصل لماذا بعض الناس عندهم رائحة فم والبعض الآخر لا؟ وليش بيزداد هذا الهيجس بشهر الصوم؟ هالموضوع طبعا موضوع رائحة الفم موضوع مهم جدا وفي كتير من التفرعات، لهيك بنحتاج لسؤال أهل الاختصاص. خلوني رحب بضيفنا دكتور علي عيسى، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. رائحة الفم الكريهة اللي خليني أقول يعني اليوم احنا بشهر رمضان المبارك وبهذا شهر الصوم، عنده خصوصية معينة وبيختلف مع الحديث عن المعاناة من رائحة الفم الكريهة خلال بقية أشهر السنة. صحيح. ليش بينتج هالموضوع وليش بيظهر أكثر في هذا الشهر؟ لا، هي موضوع رائحة الفم الكريهة موضوع شائع، يعني ممكن حتى أكثر من 20 ل 30% من الناس بيعانوا منه. وهي ممكن تنقسم لنوعين، رائحة الفم الكريهة كظاهرة طبيعية أو فيزيولوجية، والنوع الثاني اللي هي لأسباب مرضية. الشيء اللي بنشوفه شائع كتير برمضان انه بيصير في كتير ناس بيشكو، هو نفس الظاهرة اللي بنشوفها لما الواحد بيكون بيصحى الصبح من النوم. اغلب الناس لما بيصحى الصبح من النوم قبل ما يشرب مي قبل ما يفرش اسنانه بيكون في رائحة كريهة. هي بشكل عام الظاهرة الطبيعية الفيزيولوجية، والسبب الأساسي هو الركودة والجفاف اللي بيصير بالفم أثناء النوم. أثناء النوم نحن ما عم ناكل، سيلان لعابة بيتناقص لدرجة كبيرة، فبيصير في ركودة وجفاف بالفم. والفم هو مكان غني كتير بالبكتيريا مثل أي جزء، يعني نحن جسمنا بشكل عام هو مستعمرة بكتيريا هائلة، ما فينا نعيش بدون البكتيريا. صح. اللي عنا إياها بجسمنا. الفم فيه كتير أنواع بكتيريا، لما بيكون في بقايا طعام موجودة حتى مناطق صغيرة بين الأسنان على الجزء الخلفي من اللسان، هو منطقة غنية كتير بالبكتيريا، لما بيصير في ركود اللعاب ما عم يجي، ما عم يعمل غسيل وشطف مثل ما بيقولوا له الموضوع، هالبكتيريا لها تأثير على بقايا الطعام، وهالشي بينتج عنه مواد كيميائية فيها جزر الكبريت هي اللي بتعطيها الرائحة الكريهة. طيب دكتور، اليوم شو هو الحل العملي اللي ممكن انه يقوم فيه الشخص اللي حاسس عنده هاي رائحة؟ وهل مثلا زيارة الطبيب، تنظيف اللثة ممكن يكون احد الحلول؟ تمام. هلأ أول شيء بدنا نحن نعرف هي الظاهر، هي الموضوع هو الظاهرة فيزيولوجية ولا ظاهرة مرضية. الأسباب المرضية 90% منها موجودة بجوف الفم، يعني وجود مشاكل باللثة، التهابات باللثة، نخور بالأسنان، أو وجود ترسبات من طبقات معينة حتى لما منفرش أسناننا ما عم تنضف بصير مستعمرة على البكتيريا. فأول خطوة زيارة طبيب الأسنان وإجراء فحص شامل، مو بس فحص أنه في نخر أو في خرج، فحص شامل للثة وتنظيف الأسنان. هي بتشمل كثير. بعدها بيجي مشاكل عند اطباء الاذن والانف والحنجره، مشاكل اللوزتين، التهاب اللوزات مزمن، او حتى بدون وجود التهاب شديد اللوزتين كمان مستعمرات جرثوميه، مشاكل الجيوب الانفيه كمان هي من الاسباب الشائعه. فهدول الشغلتين، فلذلك اللي بيكون عنده هالمشكله بشكل واضح كثير، يعني خارج موضوع انه الصيام، فلازم اول شيء يشوف الطبيب. اذا تاكدنا انه ما في اي اسباب مرضيه من ناحيه الجهاز الهضمي، باعتبار هذا مجال اختصاصي، بجيني كثير انا مرضى بيسالوني، ما في اثبات علمي مؤكد، في اراء انه ممكن الناس اللي عندهم جرثومه المعده، اللي عندهم ارتداد حمضي ممكن يكون سبب، بس هذا الموضوع في اختلاف اراء عليه. طيب اليوم نحن بشهر رمضان المبارك والناس عم بتصوم، وان شاء الله بيكون الصيام مقبول لكل الجميع، شو هو الحل الاسرع والافضل للصائم انه يتخلص من رائحه الفم، علما انه هو صايم من البديهه انه لا في يعني ما في يعلق، ما في ياخذ تماما امور ثانيه، او السبراي البخاخ اللي بيحطه؟ تماما. هلا اكثر شيء نصيحه هون ممكن تفيد انه قبل النوم
قبل ما يبلش الإنسان بالصيام إجراء تنظيف للأسنان بشكل دنتل فلوس؟ كل شيء دنتل فلوس، إجراء تنظيف للسطح الخلفي للسان. هلأ أغلب فراشي الأسنان في إلى على ظهر الفرشاة في إلى السطح لتنظيف اللسان، وبعدين بعد هالشيء بنص ساعة أو ساعة إجراء غسول للفم، مضمضة وغرغرة بغسول الفم. ما تنعمل بنفس الوقت مع مع معجون الأسنان، لأنه المواد اللي بتساعد على التعقيم بهي المضامد إذا كانت على تماس مع المواد الموجودة بمعجون الأسنان بنعمل لها دي أكتيفيشن. معلومة مهمة صراحة، أول مرة بعرف. فبيكون في فرق بيناتهم يعني، مو فورا بعدهم يعني، الواحد يفرش أسنانه مثلا بعد نص ساعة ثلاثة أربع ساعة بيكون راح تأثير مواد كيميائية يعمل غرغرة، فهي بتساعد كتير. بعد التأكد طبعا أنه ما في أي تشوهات بالأسنان أو أماكن عم يصير فيها انحشار. أنت قلت بتساعد بس مش يعني بتحل حل جذري؟ حل كتير بنسبة ساعد كتير. هلا بتساعد كثير، يمكن بتفرق من شخص لشخص طبعا، حسب تختلف من طبيعه الشخص الثاني يعني كمان الجسم إلنا كمان نحن حسب اذا في اسباب تانية ثانويه عم تدعم هالشيء ولا لا. طيب يعني هلا السواك هل هو فعلا كمان ممكن يكون حل ولا السواك نوع من انواع تنظيف التنظيف المستمر لجوف الفم والمناطق بين الاسنان؟ طبعا ممكن يكون، لانه مثل ما قلنا الشيء الاساسي. بس هل متوفر حاليا يعني الانواع اللي بتساعد فعلا؟ ما عندي فكره اذا كان السواك موجود طب عندك فكره اكيد بهذا السؤال كثير مهم صراحه. شو هو؟ هل بيعرف الشخص انه هو عنده رائحه فم؟ صعب، لا او بيتعود على الريحه. بيتعود على الريحه. ثانيا اغلب الناس اللي عنده رائحه فم ما بيعرفوا هالشيء، لحتى حدا يقول لهم. بشوف امرار هبا او انه دكتور علي انه بيقولوا في طريقه انك تتنفس على ايدك او بتحط شوي من ريقك هون وبتقدر ترجع تشوف. يعني حلو الواحد اليوم كمان الواحد بينعزم على افطارات بيروح بيجي، هو شيء طبي حتى يكون كثير صريح، وهو موضوع بعرف انه منه كثير متداول يحكوا فيه على الاعلام، ولكن فيه جرأه وفيه توعيه. موضوع مهم مهم، في ناس بتخجل خي حتى لك يعني، نحن كمان الى حد ما ماسكينها شوي، وفي عنا انه يعني خي قولنا بالعربي اللي مشبرح في قرف بالموضوع، ناس في عندها قرف، ولكن امام الطب بيروح القرف، بدنا نحكي نحن بالحلول الفعليه، ومن دون ما نكون عم ندين حدا او عم بالعكس عم نجرب نساعد. هلا افضل طريقه للواحد اذا يعرف عنده راحه كيف دكتور ولا لا، هو انه يشوف حدا قريب كثير عليه ما في حواجز بيناتهم ويساله. هذا الشيء هذه الطريقه. غير هيك مثل ما قلنا، لانه الانسان بيتعود على الريحه، اي مؤثر خارجي بيتعود عليه، الواحد لما بيحط بارفان يعني بعد شوي بعد بيحس ما بيسمع فنفس الشيء. طيب يعني هل ممكن مثلا رائحه الفم بتكون علامه لشيء خطير موجود مع الانسان ولا ما لها علاقه؟ كأسباب نظرية كحالات ممكن أحيانا رائحة الفم تكون تظاهرة لبعض أمراض بالجسم، أمراض بالكبد أو أمراض بالكليتين، هي أمراض متقدمة. بتكون هي الريحة هون مختلفة عن الريحة اللي كل الناس تعرف هي رائحة الفم، وبكون قبل ما يوصل الإنسان لمرحلة أنه تطلع عنده ريحة بيكون في عوارض تانية ظهرت وبكون المرض معروف. فإذا الشخص صحيح وما عنده أي شكايات غير أنه بس رائحة الفم كريهة، فعلى مسؤوليتي ما عنده أمراض خطيرة يعني. اليوم بآخر سؤال حكينا كثير عن موضوع رائحة الفم، في كثير ناس على الإفطار في أطباق معينة، شو بتنصحهم يتجنبوا من الأمور اللي فيها تكون شوي إذا بدك تقيلة على المعدة أو يكون عندها هيك أثار؟ يعني نحرم بصل والثوم يعني يخففوا بصل يخففوا ثوم على السحور. بصل والثوم هي معروفة شغلات الحمد لله يا رب، الأطعمة والمشروبات بزيد بصل والثوم، التدخين والشرب والكافيين ممكن يعني يزيدوا من موضوع كافيين. بصل ايه شرب الكافيين كتير والتدخين كتير ممكن يزيد من موضوع جفاف. معني بحس انا القهوة بتعمل رائحة فم ايه بس جميلة. مذكور دائما دراسات شافت انه هي بالاسباب، بس رايحة مختلفة عن البصل والثوم. بصل والثوم بتشم ريحة بصل والثوم يعني. لا التدخين واضحة. التدخين اكيد. بصل بتعلق على الايدين. بكل محل. انا صراحة كمان من الامور اللي الواحد كتير لازم يتلفت لها، مدخنين كمان السيجارة عندهم رائحة معينة ما بيقعدوا بيتعودوا عليها. هي مشكلة تانية صح. شكرا لك دكتور على هالمعلومات القيمة والحلوة وحضورك الراقي والهادئ يلي كمان بيبعث الطمأنينة للمشاهدين. دكتور علي شكرا لك. شكرا لكم ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم يا رب. ومن العيادة إذا صح التعبير إلى النادي الرياضي مع الزميل معاد تسوفرا، وخطوات جديدة بتساعدنا على الحفاظ على سلامتنا البدنية بالشهر الفضيل.
الحلقات اللي فاتوا اشتغلنا على منطقة البطن، وفي هذه الحلقة كمان راح نشتغل على منطقة البطن بس بطريقة خاصة شوي، انه راح تكون تمارين خاصة بالناس اللي عندها مشاكل بالظهر، صح كابتن؟ تمام، احنا هنختص الثلاث تمارين. الغرض منهم اللي احنا اول حاجة البطن مسؤولة عن الظهر. أوكي. تمام، يعني احنا لازم في اشخاص عندهم مشاكل في الظهر طب بيقدروش يلعبوا كرانش اللي احنا لعبناها في الحلقات السابقة. اوكي، فاحنا هنضطر دلوقتي هنعمل تمارين للاشخاص اللي عندها مشاكل في الظهر ازاي تلعب بطن. اوكي بفهمت. جاهز؟ يلا جاهز، يلا ليتس جو. يلا كيف هنبلش يا كابتن؟ قبل ما نبلش لازم نسخن كويس. صح. نعمل الاحماء، تمرين الاحماء اللي احنا عملناه قبل التصوير. قبل التصوير. اوكي، اول حاجه زي ما قلت لك في الحلقات السابقه لازم نطلع الهواء كله في البطن قبل ما نبتدي، ونطلع 1 2 3. نصايح من دقيقه لدقيقه 20 ثانيه للناس اللي عندها مشاكل في الظهر. اوكي تمام. لو تمام. اي شخص حس يعني مش عايزه يجهد نفسه في التمرين اكتر 15 عده بس. شو ممكن نعمل بعدها؟ تاني حاجه هنعمل شكل هذه هنحتاجها بعدين. لا خلاص تمام. بعد كده هنلعب تمرين تاني برضه بيشد الظهر وبيشد البطن في نفس الوقت. تمام. بس عندي سؤال، انا بعد ما حاولت اقوم حسيت بشويه الم في ظهري. هو لازم مش خطر شوي على الناس؟ لا، لازم تحس كده. اوكي، دي كلها اي مراكز تقويه بتعمل الاكسرسايز ده. اوكي تمام. طب في عندك شيء نصائح ممكن نديها للمشاهدين بخصوص رمضان، سواء للظهر او مش للظهر، الاكل، اي شيء؟ اول حاجه يعني نحاول لما نبتدي تمرين ما نبتديش تمرين لو احنا في الصالات الرياضيه، ما نحاولش ان احنا نبتدي التمرين بقوه عاليه في رمضان. ولازم نشرب ميه. بس في مفهوم كنت بسمعه انا وحتى انا مع اصحابي، انه انت لما تكون صايم وتعمل رياضه ومجهود، لا ده انت ماشي صح. لا، المعلومه دي صح ولا لا؟ لازم 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 الجسم ياخد فتره راحه. ولازم مثلا تاكل صح وتنام صح ولازم تتمرن، يعني دي كلها خطه كامله. شكرا كثير على النصائح والتمرينات اللي اعطيتنا اياها، وبحب كمان اذكركم انه بالحلقات الجايه راح يكونوا تمارين وراح يكونوا نصائح اكثر، واشتركوا قناة ومنصة المشهد عشان يوصلكم كل جديد. معكم وعدت السفرة، رمضان سليم. معا برمضان دائما يعني غني بكل فقراته وبهالتنقل اللي نحن كمان بنسافر فيه عبر صحيح عن جد كتير حلو ممتع، نحن مستمتعين شخصيا، ما بعرف ان شاء الله يكونوا كمان المشاهدين المستمتعين معنا. شكرا كتير لمتابعتكم، وصلنا معكم قبل نهاية الحلقة. شو اللي ذكرني كتير ايام رمضان الحلوة القديمة، يعني هيدا اللمة اللي نحن اليوم عم نعملها في نضيفها لأول الحلقة وهلا اختمها. يلا يلا تصبحوا على ألف خير.